طالب أهالي بلدة اليمونة والقيمون على إنشاء سد بحيرة اليمونة في قضاء بعلبك بمعالجة الصرف الصحي وإنشاء محطة تكرير المياه الآسنة وتحويلها عن السد قبل الانتهاء من تسليمه في الشهر الثاني من العام المقبل، تفاديا للوقوع في تلوث مياه السد كما حصل في بحيرة الأرعون. يعني عندنا مشكلتين أساسية عندنا بالماء وبالمزروعات. المزروعات مثل ما شايف هلا المزروعات كلها يعني كله بيصرخ بيقول لك يعني بده يعتيش منها بالنتيجه، بيقول لك انا لما في قبل ما اشيل مزروعاتي لشهر ايلول اشتغل، نحن السنه تغضينا الصراحه وزعلت العالم مشينا ولو تغبرت المزروعات شو بدنا نعمل فيها؟ لا حول ولا قوه الا بالله يعني ومشينا فيها، الماي معنا الله راد لا شباط نحن هلا اكيد بشهر 11 و12 يصير في ماي بس بنكون نحن باذن الله خلصنا المشروع وصار منتهي نسلمه، لانه هذا المشروع معمول هو نعمل بيعمل اكليبر للماي. يعني نحن اتفقنا بحضور سعاده المدير العام لوزاره الطاقه على انه المتعهد ان يبذل كل الجهد بحيث ننتهي من المرحله الاولى للمشروع. اما كان في اتفاق سابق صارت لي انا كنت بالبلديه وعند وضع حجر الاساس لهذا المشروع انه انا كابن شريف غير مستفيد من هذا الحوض اللي راح يستفيد فيه القرى الاخرى ان كان على صعيد مية الري اما مية الشرب. عم طالب وزارة الطاقة بملف آخر تجميلي لمشروع سد بحيرة اليمون. مشروع سد بحيرة اليمون هو المشكلة الأساسية كمان أنه نبني كشبكة للصرف الصحي، لأنه إذا جينا وعملنا مشروع سد البحيرة وآخر شيء بدنا نصدر ماء للناس ملوثة، يعني شو بنكون استفدنا؟ إشارة إلى أن مياه السد يستفيد منها حوالي 42 قرية غربي القضاء من شليفة إلى أبلح في البقاع الأوسط.